تتراوح الأطوال الخاصة بأرصفة المحطة تقدر تحديداً بحوالي 2450 متراً طولياً. هذه المحطة متعددة الأغراض، محطة تحيا مصر سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية بل وتؤهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة. ربنا علاء الدين عثمان قائد السفينه وادي الملوك، استاذن سيادتك يا فندم برفع العلم. السفن واحجامه والتكنولوجيا اللي هي فيه. نورتنا فندم واحنا شرف لينا فندم، شرف لينا. شكرا.